إن شاء الله التوازن راح يجي على حياتك ده، وشوف راح تصير عندك سيطرة أكثر على قراراتك. بصورة عامة عندك شوية مشاكل راح تبلش ويا العائلة، وأساسا هي طلعت لك بطاقة التحديات، بالتحديات راح أقرأ لكم إياها أكثر أفصلها. المهم كطاقة عامة عندك عروض هواية، أكو عرض عمل جديد، أكو عروض عاطفية همينة، عندك عروض حتى بالزواج، البعض منكم للعزاب، أكو زواج أشوف بالفترة الجاية دي بيها. راح تكتشف إنه أنت ضيعت تعب وضيعت وقت على ناس ما يستحقون، أو حتى ممكن تكون على الصعيد العملي ممكن تكون ضيعت وقتك وتعبك بعمل هو ما كان العمل اللي أنت تحلم بيه، أو ما حصلت منه الربح اللي أنت كنت منتظره. الطاقة شوي شوي تخف أشوفها. خلي هسه نحكي بصورة مفصلة عن العمل. نبدأ بالعمل، القراءة المهنية. عندك تغييرات جذرية بالعمل، بعض من عندكم راح يترك عمل صار لفترة بيه، وهذا العمل مجهودة أكثر من الربح اللي حصل منه، أو حتى إذا كانت وظيفة حكومية أشوف أنه أنت تبذل بها جهد وتعب هواية بس الراتب قليل. فأنت صار عندك نوع من الإدراك بهاي الفترة يعني أنه هذا العمل ما يستحق أنه أنت تستثمر بيه بعد بالفترة الجاية. لهالسبب دا أشوف عندك انتقال، أكو عندك انتقال، أكو عمل، أكو نهاية العمل. تعبك صار لفترة راح يكون بتغيير جذري وانتقال لعمل آخر. أشوف عندك عزيمة، عندك إصرار، راح تحسن من وضعك المادي، أكو تحسن بالوضع المادي ملحوظ لك بسنة 2020. عندك اجتهاد، عندك يعني طاقة تحمل المسؤولية بهاي الفترة راح تكون موجودة، طاقة الانتظار، طاقة الصبر عندك شوية. دا أشوف عندك نوع من الاستعجال بهاي الفترة خاصة على الصعيد العملي، انت ما تريد تنتظر بعد وتنتظر يعني مثل ما نقول تقعد وتنتظر راتب او تقعد وتنتظر فد ربح معين من شغل. لا شوف عندك سعي، عندك همة يعني نقول بهاي السنة انه انت تحصل عمل جديد او حتى تكبر بمكان عملك بدون ما تتأخر. اشوف عندك مواضيع هواية خاصة على الصعيد المالي كنت مأجلها صار لك فترة وتقول أصبر ومو وقتها وبعد وبعد وبعد، خاصة الأزمة بسبب أزمة مالية مريت بيها، بس أكو تحسن للأوضاع المالية، أكو عندك إصرار، أكو عزيمة. رغم وجود بعض المعارضين، ممكن يكون عندك مشروع أكو ناس معارضته أو حتى منافسين موجودين، ولكن أشوف أنت عندك طاقة الإصرار، طاقة الثبات. عندك عناد همينة بخصوص الموضوع العملي، هذا العناد راح يسبب لك انه انت العمل اللي راح تدخل بيه بسبب تمسكك واصرارك انه هذا العمل يتم، هذا العمل راح يتم وراح تبدأ بيه بداية جديدة. اكو تغيير جذري عندك هنا بطاقة الديسكارد، هاي هي بطاقة التغييرات، التغيير الجذري راح يصير شامل بوضعك العملي. اكو نهاية مرحلة، ممكن نهاية كانت بيها انت كان عندك نوع من أزمات مالية مريت بيها، حتى ديون، ممكن أنت أكو مشروع كنت ببالك إنه تحققه صار لك فترة، ولكن هذا المشروع محتاج رأس مال، ولا أنت هذا رأس المال ما كان موجود عندك. أكو تسهيلات إلك، ممكن أكو شخص راح يساعدك بهاي السنة حتى تحقق المشروع اللي أنت تريده. وده أشوف يعني وضعك المالي بيتحسن ملحوظ، خاصة يبدأ من بداية السنة وبالتدريج شوية شوية. أشوف منها نهاية السنة إن شاء الله أوضاعك المالية راح تنقلب رأسا على عقب للأفضل. طبعا على الصعيد الصحي أشوف البعض من عندكم ممكن تكون كان عندك شخص من العائلة، خاصة هنا ورقة الأم موجودة أو الأخت الكبيرة. أشوف طاقة امرأة صار لها فترة ممكن تكون صحتها مو تمام، صحتها مو بمكانها، تمر بأزمة صحية، أكو إلها شفاء على صعيد الصحي إلك أنت والصعيد العام. ممكن أقول لك إنه حاول تحصن نفسك، أشوف لازم إنه هاي السنة تحاول تحصن نفسك دائما بالأذكار، بالرقية الشرعية، من الحسد، من العين، البعض من عندكم والكل، لأنه هاي قراءة عامة. ممكن أكو شخص أو بالأخص تكون امرأة شوية متسلطة، عندها ممكن تكون سلطة سواء كان بالبيت أو حتى إذا كانت بعمل. أشوف هاي الامرأة عندها نوع من الأسحار، ممكن هاي السنة البعض من عندكم يا برج الحمل تتعرضون الأسحار، فحاولوا دائما رقية شرعية. البعض الثاني ممكن تكون الطاقة طاقة حسد بسبب النجاحات اللي راح تتحقق إلك والأمور اللي راح أمورك اللي راح تتغير تدريجيا كلها للأحسن إن شاء الله. أشوف عندكم طاقة حسد عالية
وطاقة سحر لبعض من عندكم، حاولوا تحضرون. إذا كان عندكم طاقة سحر وأنتم شاكين بنفسكم أو حتى متأكدين، فحاولوا أنه تتخلصون من هذا السحر. بكل الأحوال أشوف أنه أموركم الصحية إن شاء الله، أكو عندكم بداية جديدة، وأكو عندكم وضوح. أكو البعض من عندكم إذا كنت تمر بأزمة صار لك فترة، فأكو عندك شفاء بالفترة الجاية. أشوف المهم أنه بدايات جديدة هواية عندك، خاصة حتى على الصعيد الصحي، إذا أشوف أمورك راح تمشي للأحسن. ولكن احذروا من طاقة السحر اللي قلت لكم عليها بهاي السنة. دائما حصنوا نفسكم بالأذكار، رقية شرعية، قرآن بالبيت، لأنه أشوف أكو عندكم طاقة حسد قوية وطاقة عمل البعض من عندكم. احذروا من هاي الامرأة اللي اعطيتكم مواصفاتها، ممكن تكون شوية كبيرة بالسن وطاقتها، يعني قلت لكم طاقتها مو مريحة، طاقتها مو حلوة متسلطة، ممكن انه تشتغل بهاي الشغلات الأسحار في سبيل تحصل على الغرض اللي تريده من عندكم. بالنسبة للوضع العاطفي، برج الحمل البعض من عندكم اشوف صار لكم سنتين بعلاقة، منتظرين قاعدين منتظرين هاي العلاقة انه توصل المكان او تتطور او تتقدم خطوة الى الامام. انتو كنتوا ويا شخص، ممكن يكون الشخص نفس اللي بطاقة، هذا الشخص دا اشوف عنده وعود هواية، عنده تهرب من المسؤولية دائما. شخص حتى وان كانت مشاعر موجودة تجاهكم، بس هو من النوع اللي يحب انه يبقى بنفسه، يبقى سنجل، ما يفكر بالزواج بهاي الفترة، خاصة اذا كنتوا تتعاملون ويا شخص من برج الحوت او برج السرطان. هنا انا طالع يمي بالتحديات، لان برج السرطان اللي موجود بحياتكم اشوف انه رغم وجود مشاعر تجاهكم، ولكن هذا الشخص كموضوع ارتباط هو ما مستعد نفسيا. ممكن هو يكون هذا الشخص عنده معجبين هواية، ممكن اموره المادية مستقرة، او انه هو يفكر بالصعيد العملي اكثر من الصعيد العاطفي، يفكر انه يطور بعمله يتقدم، ولكن موضوع الزواج مأجله شوية. اشوف عندكم البعض منكم، يعني الناس اللي ينطبق عليهم هذا السيناريو اللي صار لكم السنتين منتظرين شخص، وانتم تعرفون بعد حسب المواصفات اللي قلتها اذا كانت طاقتكم او لا، وخاصة اذا كان هو برج السرطان هذا الشخص، موضوع زواج احتمال صار له سنتين دي ما طلبي، او حتى موضوع رجعة للمتزوجين. هم هنا اشوف صار لكم سنتين ممكن تكونون اكو طرف ثالث بعلاقتكم، وصار لكم سنتين دا تحاولون انه تحلون الوضع، او انه تختارون تتخذون قرار تطلعون من العلاقة، او حتى منتظرين قرار من هذا الشخص اللي انتم تتعاملون وياه. اشوف الطرف الثالث اللي بيناتكم راح يظل مستمر بداية السنة، اول 3 شهور راح تعانون من هذا الطرف، يعني معاناة شوية، وبعدها خلال 3 شهور راح يطلع الطرف الثالث من العلاقة. هاي بالنسبة للناس اللي متزوجين، اشوف الطرف الثالث خلال 3 شهور راح يطلع من العلاقة، والامور راح ترجع تصلح بيناتكم، وعندكم امنية راح تتحقق ان شاء الله. بالنسبة للناس المتزوجين او المنفصلين ومنتظرين عودة بسبب وجود طرف ثالث، فالطرف الثالث اشوف طاقته دا تخف، وتبلش خلال 3 شهور يطلع تماما من العلاقة، ينتهي ورجوع بيناتكم يصير موجود. اما بالنسبة للعلاقات العاطفية المرتبطين، اشوف انه عندكم، قلت لكم اكو صار لكم فترة منتظرين خبر، منتظرين خطوبة، منتظرين زواج متفقين، بس اكو طرف معارض، خاصة هنا من العائلة، بسبب يعني وجود اختلاف بالعادات بالتقاليد بالطائفة، ممكن يكون شخص معارض من العائلة، سواء من عائلتك او من عائلة الشريك. اشوف الامور ان شاء الله تنحل، واكو لكم خطوبة، اكو تيسير للامور، بس شوية بيها صبر، ما اشوفها يعني بداية الشهر، بداية يعني بداية السنة، اول 3 اشهر او هيجي، يعني اشوف ورا شهر الرابع ان شاء الله الامور تبلش تتحسن شوية شوية تدريجيا وتتحلحل، واكو خطوبة لكم. بالنسبة للناس اللي قلت لكم متعرقلين صار لهم فترة بسبب رفض من العائلة، او من شخص من عائلتك او من عائلة الشريك، لانه القرار العاطفية ممكن تكون عكسية، فاشوف اكو حل حلال للامور، واكو عندكم زواج. العزاب اشوف اكو لكم زواج، بس الزواج يكون تقليدي، رغم وجود بعض العروض مال الحب اللي راح تتدفق عليكم بهاي السنة ان شاء الله. من بدايتها اكو شخصين راح يدخلون بحياتكم، شخص منهم راح يدخل كعلاقة طاقة مائية، والشخص الثاني راح يدخل كزواج وبيت استقرار. اشوف هذا الشخص الثاني اللي يجي زواج وبيته استقرار راح يصير بيناتكم زواج سريع. بالنسبة للعزاب اكو زواج سريع اشوفه، اما بالنسبة للناس
اللي منفصلين أشوف إنه البعض من عندكم كان يتعامل ويا شخص طاقته هوائية، انسحب فجأة من العلاقة، طلع بدون مبررات، ورحل ممكن يكون رحل لعلاقة أخرى، أو ممكن يكون بسبب خيانة أو كذب، أو إنه هو انسحب بسبب عدم جديته تجاهكم. ممكن تكونوا حكيتوا وياه بموضوع جدي كزواج أو ارتباط، وهذا الشخص صار عنده نوع من المخاوف وبالتالي انسحب من العلاقة ورحل منها. أشوف هذا الشخص خلال الشهر الثاني من هاي السنة راح يرجع يبلش ظهوره بحياتكم مرة ثانية، راح يحاول انه يصلح الاوضاع بيناتكم، ويصير عندكم نوع من التردد والقلق بسبب رجوع هذا الشخص لكم وعدم ثقة. البعض منكم دا يعاني من عدم ثقة بسبب هذا الشخص، لان هذا الشخص من انتهت علاقتك بيه سبب لك ازمة. اساسا هو موجود بنقاط الضعف عندك، هنا هو شخص علاقتك منتهية بده يحاول انه يرجع، وانت نقطة ضعفك انه انت ما قاعد تقدر تطلع هذا الشخص من حياتك. بس بنقاط القوة اشوف عندك، يعني عندك القوة انه انت ترحل عن هذا الشخص، وحتى واذا كان هذا الرحيل طالع لك 10/10، عندك نهاية. العلاقة تعبتك، ممكن مثل ما قلت لكم تكون صار لها سنتين، البعض الثاني منكم صار له 9 أشهر دا يعاني من هاي العلاقة. اكو نهاية لتعب، اكو بداية شراكة جديدة راح تظهر لك، او الشراكة يعني اقصد بها نيو بارتنر، يعني شريك جديد راح يدخل بحياتك مكان الشريك القديم اللي كان مسبب لك تعب وأزمة مالية وخيبة أمل. راح تطلع على، راح تنهي علاقتك وياه وراح ترحل من عنده تماما. طبعا راح أوضح لكم إياها أكثر، هاي من أقرب نقاط القوة من أكمل القراءة العامة وأبلش بيها. طاقتك العامة شوف إنه أنت من مريت بهواي خسارات بهاي السنة. هاي السنة ما كانت سنة يعني بيرفكت بالنسبة لك، أشوف بيها هواية متاعب، كانت هواي ناس دخلوا بحياتك طلعوا منهم، يعني هواي ناس منافقين موجودين سببوا لك متاعب، هواية مؤامرات ممكن صارت عليك حتى تكون من ناس انت كنت واثق بيهم ثقة عمياء، ممكن يكونون اصدقاء، ممكن يكونون مقربين من العائلة، حتى ممكن يكون الشريك اللي كنت انت وياه. ولكن عندك وضوح ان شاء الله بهاي السنة، عندك سعادة، يعني مثل ما نقول انت كنت بظلمة والشمس راح تبلش تضوي حياتك بهاي السنة إن شاء الله. من بدايتها راح تشوف أكو تغييرات راح تصير جذرية إلك. وضعك العاطفي ممكن بداية السنة راح يكون شوية متعب، ولكن يبلش يتحسن بس أول 3 أشهر شوية راح تعاني من متاعب على الوضع العاطفي، بعدها إن شاء الله الأمور تبدي تدريجيا تتحسن. التحديات اللي راح تواجهك بهاي السنة هي موضوع عائلي، انه انت اكو شخص ممكن من العائلة مسيطر عليك بصورة كبيرة، هذا الشخص دائما يدخل بحياتك، دائما يعارض، عنده طاقة المعارضة، هو من المعارضات يعني اللي موجودة. ممكن لبعض من عندكم اللي ينطبق على الصعيد العاطفي، ممكن يكون هذا الشخص اللي من العائلة هو اللي معرقل زواجك انت والشريك. فاشوف انه انت التحديات اللي قدامك انه انت تقدر تتخذ قرار اتجاه هذا الشخص، تخلي له مثل الحد القرارات او السلطة معينة تخلي لها حد، تتمسك بآرائك، تتمسك يعني تستعيد السيطرة على اوضاعك، لان اشوف هذا الشخص سيطرت على حياتك سيطرة سلبية وانت ما قاعد تقدر تتحكم بها. بس اشوف انه انت هذا التحدي اللي قدامك انه انت تخلي حد الشخص من العائلة قاعد يدخل بحياتك هواية ويفرض عليك امور وفارس سيطرت عليك بصورة مو طبيعية وصورة مو صحية أساسا، السلطة مالته مو سلطة صحية. هذا الشخص متعبك هواية، فالتحدي اللي قدامك إنه أنت تخلي حد لهذا الشخص. أما بالنسبة للبعض الثاني منكم أشوف التحدي اللي قدامك هو شخص من برج السرطان. هذا الشخص مثل ما قلت لكم هنا ممكن يكون نفس اللي بالطاقة المائية بخصوص موضوع زواج أو شيء يعني وضع جديد. التحديات اللي قدامك إنه أنت تقدر تخلي حد لهذا الشخص، اذا كان هو هذا الشخص نفسه اللي انت علاقتك منتهية بيه اشوف راح يحاول انه يرجع ويلم الشمل بيناتكم، سواء كنتم مطلقين او حتى اذا كنتم يعني مرتبطين بهذا الشخص وعلاقتكم انتهت. فاشوف انه انت لازم تخلي حد لهذا الشخص، هو راح يكون التحدي اللي راح يرافقك هاي السنة من بدايتها. ممكن يخف التأثير مالته من الشهر العاشر، ولكن هو راح يستمر تأثيره، يأثر عليك دائما أشوف، خصوص خاصة موضوع زواج أو أمورك العائلية أو حتى يعني بخصوص سعادتك. هذا الشخص راح يوقف ضد سعادتك، ممكن من يعرف أنه أنت
اكو شخص ثاني اجى يتقدم لك او شيء، راح يحاول يرجع يظهر بحياتك، راح يظل يلف ويدور بنفس الدائرة اللي كان يعني سابقا هو يفتر بيها. بس التحدي اللي قدامك انه انت تخلي لحد، واني اشوف انه انت ان شاء الله راح تقدر تخلي لحد بالفترة الجاية. بالنسبة لنقاط الضعف اللي عندك، هي نفسها اللي قلت لكم عليها، انا راح اوضح لكم اياها اكثر. نقاط الضعف اللي عندك، علاقة انتهت، هاي العلاقة سببت لك أزمة، كانت تشوف اللون الأسود مسيطر كان على حياتك بسبب هاي العلاقة. هاي العلاقة انت حسيت انه انت انطعنت بيها بظهرك، شخص غدرك، شخص تعبك، شخص كذب عليك، شخص ممكن تكون خيانة. هذا الشي خلى عندك نوع من عدم الثقة، انت حاليا في حالة عدم ثقة، ما عندك ثقة بالناس. ممكن تكون كشفت هذا الشخص او راح تكشفه بالفترة الجاية هنا، ممكن هو نفسه يكون هذا الشخص اللي بطاقتك وشاغلك. والطاقة الهوائية ايضا موجودة مسيطرة على القراءة، عندنا برج الميزان موجود، عندنا برج الدلو، برج الحمل، برجك يعني نفس برجك، برج الجدي موجود، برج العقرب، سواء ايا كان برج الثور هنا ايضا، والحوت. ايا كانت الطاقة اللي كنت تتعامل وياها، طبعا قلت لكم الابراج مو مهم، اذا كانت القراءة مطبقة عليك لا تعتمد على الابراج. الابراج تخص الناس اللي القراءة تكون مطبقة وياهم 100% حتى يتأكدون اكثر من القراءة او من الشخص اللي يتعاملون وياه. فنقاط الضعف اللي عندك، علاقة منتهية، شخص راح يحاول انه هذا الشخص اللي سبب لك متاعب بالماضي، ممكن تكون هاي العلاقة انتهت بشهر العاشر او قبل 10 اسابيع. اشوف هاي العلاقة، راح هذا الشخص نفسه اللي سبب لك هاي خيبة الامل راح يحاول انه يرجع ويبدأ وياك بداية جديدة، يعرض عليك عرض جديد. ولكن انت عدم ثقة عندك بهذا الشخص صاير بسبب خيبات الامل اللي سبب لك اياها بالماضي. فاشوف انه هو رغم انه هو نقطة ضعفك ونفسها هي نقطة القوة اللي عندك، انه انت تترك هذا الشخص وتتحرر من التعب اللي كان متعبك اياه هذا الشخص والمسؤوليات. والهم انت ويا هذا الشخص كنت مضيع طريقك، ما تندل شايل حملك وتمشي، ما تعرف وين تروح ووين تجي، ما قاعد تباوع للمستقبل، انت مستمر بس مخلي علاقتك كلها بهذا الشخص. بس نقاط القوة اللي عندك، طلعت لك الكوين اوف وونز، ماكو احلى من هيك بطاقة تطلع لك بنقاط القوة. أشوف نقاط القوة اللي عندك أيضا، أنه أنت تترك هذا الشخص وتقبل عرض جديد من شخص، ممكن يكون هذا الشخص برج ترابي راح يدخل بحياتك، وهذا الشخص راح يغير حياتك للأحسن للأفضل. ممكن يكون نفسه هنا الطاقة الترابية برج الثور، الشخص اللي راح يجي يدخل بحياتك عن طريق موضوع زواج، ممكن يكون زواج تقليدي أو ممكن حتى يدخل كعلاقة بداية الأمر. بس هذا الشخص دا أشوفه جاد. هذا الشخص ممكن يكون يشتغل عسكري أو شيء له علاقة، يعني الشغل مالته ممكن يكون يبذل بيه مجهود بدني، يعني الشغل مالته يراد له مجهود بدني، ممكن يكون حتى جسم رياضي بعض من مواصفاته. هذا الشخص يعني حنطاوي، ما إلا سمار مو إلا بياض. أشوف هذا الشخص راح يخليك تتخلص من هاي العلاقة اللي مريت بيها بالماضي. نقاط القوة اللي عندك، انه انت تقبل عرض هذا الشخص وتفكر بهذا الشخص يعني بعقلك، ما ترفضه اول ما يجي، حاول انه تنطي فرصة وتنهي الماضي. اهم شي عندك انه تنهي الماضي، تخلي الماضي ورا ظهرك وترحل تشوف طريقك. بالنسبة اللي قادم بطريقك خلال هذه السنة، اهم الاشياء اللي راح تكون موجودة بداية عمل جديد أو مشروع جديد صار لك فترة أنت منتظرة أو تشتغل عليه. البعض من عندكم ممكن يبلش عمل، البعض الثاني ممكن أنه أنت تحصل ترقية بالعمل كنت تشتغل عليها صار لك فترة، فهذه الترقية دا أشوفها موجودة. الشيء الثاني بعيدا عن العمل، أشوف عندك انتصار وبدايات جديدة. البعض من عندكم عنده انتصار على شخص كان عنده نوع من النرجسية، ممكن هذا الشخص يكون من العائلة أو ممكن حتى يكون حبيب. أشوف راح تخلي حد، راح تقطع شخص من حياتك، تقطع التواصل وياه. هذا الشخص كان متسلط يعني ومتمسك برأيه، عنيد ومن النوع اللي يحب يتحكم بالشخص المقابلة وما يتقبل النقد وما يتقبل الآراء. هو عنده بس إنه أني
عنده الأنا عالية يعني. شخصيته بها نوع من النرجسية، ممكن يكون برج الجدي اللي هو أساسا طلع هنا وجوده غير صحي بحياتك، ممكن يكون مثلك برج الحمل، أو أيضا أنا أشوف هاي البطاقة تنطي برج الثور من خلال العناد الموجود بيها. فأيا كان الشخص اللي تتعامل اليوم من هذا البرج، أشوف عندك حد وعندك انتصار على شخص ظلمك هواية بحياتك، تحكم هواية بحياتك، كان يحاول دائما يسيطر.